وقفات واعتصامات في مدن مختلفة من الضفة الغربية بالتزامن مع الورشة الاقتصادية التي دعت لها الإدارة الأمريكية في العاصمة البحرينية. هتافات غضب ترفض التنازل عن شبر واحد من الأرض وتؤكد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم ضمن حل سياسي عادل وشامل. احنا رسالتي اليوم، احنا طلعنا اليوم منوحد صوتنا، احنا شعب فلسطين حر، شعب الجبارين، وهذه صفقة القرن لن تمر ولا ورشة البحرين. هاي فلسطين مش للبيع. كل القرارات التي تؤخذ أو ستتخذ في هذا المؤتمر باطلة ومرفوضة ويجب محاربتها. ستستمر هذه الفعاليات 3 أيام منذ هذا اليوم للتأكيد على وحدة شعبنا الفلسطيني في موقفه الرافض لصفقة القرن، وليؤكد الشعب الفلسطيني أن قضيته الفلسطينية هي قضية سياسية بامتياز ولا انتقاص لحقوق سواء اللاجئين أو إقامة الدولة الفلسطينية. ووسط تأكيدات على أن سياسة دق الأسفين بين الفلسطينيين والعرب لن تنجح وأن المبادرة العربية للسلام هي أساس إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، يبقى الفلسطينيون يعولون على مركزية قضيتهم لدى الدول العربية. نحن كفلسطينيين لن نسمح لأحد بأن يدق أسفين بيننا وبين الشعوب العربية، وخاصة لن نسمح لإسرائيل بفعل ذلك. لكن نحن نقول وصوتنا عالي وبكل وضوح، لا يجوز لأحد أن يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تمثيل نفسه أو أن يتحدث باسم الشعب الفلسطيني. وعلى مدار أيام ورشة البحرين ستستمر الاعتصامات والدعوات للتوجه نحو نقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي لإيصال رسالة بأن الشعب سيبقى يقاوم في سبيل الحصول على حقوقه المشروعة. حالة استنفار سياسي وشعبي لمواجهة صفقة القرن ومؤتمر البحرين. هنا يؤكد الفلسطينيون أنه لا يوجد من يستطيع دق الأسفين بينهم وبين الإخوة العرب في مواجهة التحديات. ضياء حشية، الغد، رام الله.